السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في يوم جديد، ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها خير وصحة ورزق ورزق وستر. النهاردة بقى جايبة لكم أكلة حلوة قوي. بصي، هو أنا جايبة لك أكلة ومشروب، ممكن تقولي لي هو إيه علاقة ده بده؟ الأكلة لوحدها والمشروب لوحده، المهم إن الأكلة دي تناسب قوي قوي لآخر الشهر. عايزة أقول لك بقى إيه لما نتكلم عن الأكلة دي، نتكلم بقى إنك تجهزي إيه سطر عيش كده محترم والأكلة بتاعتك علشان ناكل ونشبع. الأكلة دي بتحب العيش الكتير. طب وجايبة لنا إيه كمان؟ جايبة لك بقى مشروب يجنن. لما تعملي المشروب ده في البيت هيقعد جنبك، مش هينزل يشربه ولا أي كافيه ولا أي قهوة ولا أي حاجة، هيقعد جنبك عشان يشربه. جايبة لنا النهاردة إيه؟ جايبة لك النهاردة البصارة المصري الأصلي. جايبة لك بصارة سارة، بصارة يا سارة، والله جايبة لك بصارة زي السكر. وجايبة لك إيه كمان بقى؟ جايبة لك شوية سحلب، يا نهار أبيض، هتعملي البودرة في ثواني وهعمله معاكي وهقدمه معاكي، ولا أحسن كافيه بيقدمه. ولا تقولي بقى أنا بجيب السحلب من شركة كذا ولا شركة كذا، خالص والله أنا جايبهولك بمقادير بسيطة جدا والنتيجة تجنن جدا جدا. يلا بينا نشوف المقادير وبعدين على طول نبدأ في طريقة التحضير. عشان نعمل البصارة هنحتاج لربع كيلو فول مدشوش مغسول ومنقوع ساعتين. يعني تجيبي الفول، فول مدشوش عادي خالص، هتجيبيه وتغسليه مرة واتنين وبعدين تنقعيه لمدة ساعتين. لو انت ما عندكيش وقت هنشتغل على طول بجد يعني، او مثلا تنقعيه في مية مغلية ربع ساعة. المهم ان انت النقع ده يا جماعة مهم قوي 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 في البقوليات عموما، بيساعد انها ما تقعدش كتير معاكي على النار. وهقولك على اكتر من حاجة، يعني انا عايز اقولك ان انت ممكن تجيبي الفول ده تغسليه وتنقعيه 10 دقايق بس، وبعدين تحطيه في مية مغلية يعني وتسيبيه 10 دقايق على النار، وبعدين تغيري الميه وتسيبيه في الميه المغليه وتقفلي عليه ساعتين، هتلاقيه داب خالص يعني، عشان الانبوبه بقى والكهرباء والكلام ده احنا عايزين نوفر واحنا اخر الشهر. يبقى احنا هنحتاج لربع كيلو فول مدشوش، وهنحتاج لاربع فصوص من الثوم، وهنحتاج لبصله كبيره مغسوله ومتقطعه، وهنحتاج لقرن فلفل حامي، قرن فلفل حامي سبايسي كده يبقى زي السكر، لو مش عايزه حامي استخدمي بارد بس قرن الفلفل الحامي بيبقى تحفه. هنحتاج لحزمة شبت، حزمة بقدونس، حزمة كزبرة. طبعا زمان كنا بنقول ايه نص حزمة من كل حاجة، بس الحزمة دلوقتي قد كده يعني، لا تسر عدو ولا تسر حبيب، فهاتيلك ايه حزمة من كل حاجة. هنحتاج لمعلقة من النعناع الأخضر أو كم ورقة كده من النعناع الأخضر، وهنحتاج لمعلقة ملوخية ناشفة. ما هي بصي بقى، أنا سارة دايما بجيب لك ما بين الماضي والحاضر. زمان كانوا بيضيفوا عليها الملوخيه الناشفه، واحنا دلوقتي بنضيف عليها النعناع. انا هضيف لك الاثنين والنتيجه هتبقى ولا اروع. هنحتاج لتوابل، التوابل بسيطه خالص، ملح، كمون، شطه، ورشه من سبع بهارات، ومكعب مرقه بس كده. ايه رايك بقى؟ هتقومي تعمليها على طول. وعشان التقليه هنحتاج لزيت وبصل مقطع صغير جدا، ثوم مفروم، كزبره ناشفه وكزبره خضر بس كده. عايزه اقول لك هي دي مقادير البصاره، وهنعمل بقى بصاره ساره النهارده وكلنا نتغدى بصاره، والموضوع بجد حلو قوي ولطيف قوي يعني. طيب عشان نعمل السحلب هنحتاج، عشان نعمل الاول بودره سحلب هنحتاج لكوبايه من كل اللي هقول لك عليه ده، ممكن نص كوبايه. بس كوبايه من بودره السحلب، كوبايه من السكر البودره، كوبايه من الحليب البودره، كوبايه من النشا، كوبايه من دقيق الرز. اوعي تستغني عنه يعني يا ساره، انا دلوقتي ممكن اقوم اعمل النشا السحلب بس استغنى عن دقيق الرز بنشا، لا ما ينفعش، لازم دقيق الرز هو اقول لك هو الاساس. هنحتاج ربع كوبايه من السمسم المحمص، ثلاث معالق كبيره من بودره الكريم شانتي بس كده. احنا كده عملنا بودره السحلب. طب عشان نعمل السحلب يعني لما نعمل بقى البودره دي كلها هنحتاج لتر حليب وفانيليا وسكر بس كده. شويه بقى مكسرات اللي بتيجي مع كيس السحلب دي، انت لما بتجيبي كيس السحلب بتلاقي معاه كيس مكسرات كده في الجنب، الكيس ده بيكون فيه ايه؟ الاساسي بتاعه سوداني وزبيب وجوز هند، ده الاساسي. وطبعا ثلاث معالق من السمسم المحمص. طب بقى لو بقى السحلب ده نوعه غالي بقى كده واللي هو فاخر من الاخر، بتلاقي فيه بقى عين جمل، لوز، بندق، بس طبعا ما بنلاقيش الكلام ده، احنا بنلاقيه في الصوره وما بنفتح الكيس ما بنلاقيش جوه حاجه. يلا بينا على طول ندخل على طريقه التحضير. بصي بقى يا ست الكل، هخليكي تعملي دلوقتي بطرمان سحلب عجب وتسيبيه معاكي بقى وتخزنيه وتستخدميه طول الشتاء، تيجي بالليل كده عايزه تاكلي تشربي شويه سحلب يعني هيبقى لطيف قوي. بس اهم حاجه بودره او دقيق الرز ما ينفعش تستغني عنه، ده اساسي. طب انت يا ساره يعني ليه يعني جبت لنا منين انت وصفه
السحلب دي والله يا جماعه في المنوفيه عند بابا، كنت في مره هناك وصاحب بابا عنده مصنع للسحلب والمغات والحاجات دي، فقلت له انت بتعملوه ازاي يا عمو؟ قال لي بصي احنا بنستخدم بالطن يا ساره، مفيش حاجه اسمها كوبايه ونص كوبايه ساره، احنا بنجيب بالطن وبنستخدم بالطن. قلت له يعني ايه؟ طب انا دلوقتي عايزه اعمل في البيت. قال لي يا ستي لازم كل حاجه تبقى قد بعضها، يعني نص كوبايه نشا، نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه دقيق رز، طب او كوبايه من كل حاجه او كوبايتين من كل حاجه زي ما تحبي، فالمقادير لازم تكون قد بعضها بس كده. فانا بقى عملتها كوبايه وكوبايه وكوبايه وما شاء الله نجحت جدا، وبقينا معتمدينها. لما نجيب اي نوع من بره ما بيكونش حلو ابدا زي اللي انت بتعمليه في البيت، وهتشوفي النهارده معايا. اول حاجه هنبتدي في احنا ما جبناش الهاند بلندر، تمام. اول حاجه هنبتدي في البصاره وهقول لك هنعملها ازاي، وهنخش على طول على السحلب. انا عايزه الهاند بلندر يا جماعه، بصوا بقى يا جماعه، بصوا اول حاجه معايا هنا هنستخدم هنا الاول الحله دي الاول عشان تبقوا معايا. بصي يا ستي اول حاجه هتعملي ايه؟ قاسي معايا الفول المدشوش. عملنا ايه في الفول المدشوش؟ ربع كيلو من الفول المدشوش زي ما قلنا غسلناه كويس واغسليه وانقعيه مره واتنين. هننزل كده حله نظيفه وناشفه اول حاجه بالفول المدشوش. عايزه اقول لك لما تعملي البصاره دي على طريقتي هتعجبك جدا جدا. بصي بقى هنا معايا الفول المدشوش وهننزل عليه بالبصله. الموضوع سهل وبسيط جدا. وادي قرن الفلفل الحامي، وادي معايا اربع فصوص من الثوم بس كده. ما تحطيش الخضره في الاول علشان تحتفظي بلون الخضره، انت لما تحطيه في الاول ويتقطعوا لحد ما يستوي هتلاقي لون الخضره معاكي دبل خالص وما بقاش لون البصاره الحلو اللي احنا بنحبه ده. هننزل بقى بميه مغليه تغطي الفول وشويه كده، تمام كده. نغطي بقى الكلام ده، بس الاول نقلب تقليبه ونغطي الكلام ده ونسيبه على النار يستوي. بصي بقى انت كست شاطره زي ساره النهارده كده عملت ايه؟ ايوه ما انا ست شاطره يعني نعترف، اهم حاجه يا جماعه التواضع. فبنعمل ايه؟ انا النهارده ولعت عليه وطبعا سبته 10 دقائق وانا بلبس، نزلت شغلي تمام. نزلت شغلي هرجع من شغلي هلاقيه دايب خالص، يعني 10 دقائق واتفلي عليه وسيبيه زي ما هو كده متغطي. بصي هعمل معاكي كده، هنرفعه هنا على النار اهو، نرجع بقى كده. بصي بقى هنا هنقلب، شايفين؟ استوى وزي الفل. وايه نركز كده معانا هنا يا جماعه، الفوله دابت كده زي الفل. نعمل ايه بقى؟ هننزل بالخضره بتاعتنا المشكله، ادي الخضره زي ما قلت لك رابطه من كل حاجه. زمان الرابطه دي كانت ايه، لكن دلوقتي يعني عايزه اقول لك ولا تسر عدو ولا حبيب. بصي كده رابطه من كل حاجه، واهم حاجه النعناع الفريش عشان يديها طعم يجنن. هنقلب كل ده كده بقى وهسيبها على النار 10 دقائق بالظبط ويمكن اقل كمان، لحد ما الخضره ايه تدوب كده في قلب ايه الجمال بتاعنا ده. طيب دلوقتي انت لسه فاتحه التشانل دلوقتي وشايفيني، طب انا دلوقتي عايزه الاعاده. الاعاده طبعا على قناه صدى البلد 2 الساعه 3. طب برضو ما لحقتش، هتلاقينا على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، شايفه ظاهره معاكي على الشاشه، وهو ده ايه المهم هركبها بس كده. فعايزاكم بقى هتشوفوا دايما كواليسنا على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، دايما الكواليس وتتفرجوا علينا. عايزه اقول لكم امبارح كنا منزلين كواليس كانت حلوه قوي بجد. دايما بعد الحلقه بحب اشارك ضيوفنا، بيكون معانا دكاتره زي السكر، الدكاتره بقى بحبهم جدا جدا، يدوقوا الاكل ودايما بقى ناخد بقى فيديوز عشان بصوا يعني بتكون انا عايزه اقول لكم المعنى اللي انا عاوزاه، انها تدوين او احتفاظ بالوصفه دي. يعني يوم العدس ده كان يوم عالمي وكان الجو ساقع اليوم ده، فاكرين يوم وصفه العدس لما الدنيا شتت والدنيا مطرت والدنيا كانت فظيعه؟ فاحنا بقى هنا قعدنا ناكل العدس بعد الحلقه، احنا صورنا الكلام ده ونزلناه امبارح بقى، كنا عاملين فراخ. ما احنا بقى امبارح فراخ، النهارده بقى ايه بصاره زي البيت بالظبط. احنا في مطبخ البلد يعني في مطبخ واحد في البيت. بصوا بقى احنا ايه زي ما قلت لكم هنا كده هنسيبها على النار ونعمل ايه بقى؟ هنعمل حاجه حلوه قوي، هنخش على طول على السحلب عشان اوريكي بودره السحلب ونرجع تاني. انت دلوقتي في البيت وحاطه البصاره على النار تعملي ايه بقى؟ تعملي سحلب.
عشان بالليل بعد ما نتغدى بقى والولاد يخلصوا الهوم ورك بتاعهم واحنا قاعدين بقى دلوقتي نعمل ايه؟ يا ماما الجو ساقع عايزين نشرب حاجه تدفينا. عليكي وعلى السحلب. بصي بقى يلا معايا على المقادير بتاعتنا. اول حاجه لو انت عايزه تجربي نص كوبايه من كل حاجه جربي، مش هنقول لا، والله ما هنكسفك. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، اللي السباتوليات بتوعي فين؟ كده مش لاقيه ولا سباتولا. بصوا بقى كده كوبايه من كل حاجه، زي ما قلت لك عايزه تبداي بنص كوبايه ولا يهمك. نشا، سكر بودره، ودي الرز ما ينفعش تستغني عنه، وانا قلت اهو ما ينفعش تستغني عنه. بصي بقى بالنسبه لموضوع سكر البودره، عشان ده يعني في اختلافات، ناس تقول لك ايه انت هتضيفي سكر فلما تيجي تعملي الوصفه مش هنحتاج لسكر، انت حسب السكر اللي انت بتحبيه. يعني انا مثلا مش بضيف سكر تاني، تمام؟ دول معانا بس كده للمكسرات بتاعتنا، ادي اللبن البودره اهو، ومعايا هنا السمسم، بناخد بس ربع كوبايه هنا ونخلي شويه تانيه. في ناس وهي بتعمل السحلب بتضيف الفانيليا البودر، ما بحبش ده تماما، بيغير الطعم وما بيخليش ليها عمر، ما بيخليش لبودره السحلب عمر. بصوا كده ندي بقى تقليبه وكده بقى معانا بودره السحلب. واتحداكي اتحداكي، وانا عارفه انا بقول لك ايه، هاتيه بقى من بره واعملي اللي انت عاملاه ده في البيت، عايزه اقول لك بيبقى روعه. نعمل ايه بقى؟ بصي يا ست الكل، بنجيب معانا البرطمانات دي ونخزنها بقى وايه؟ وعلى التلاجه. اهم حاجه تخزنيه في التلاجه، بصي اهم حاجه تقلبي كويس، عشان عايزه اقول لك ان انت ممكن تستغني تماما عن بودره الكريم شانتيه، يعني تعملي النشا واللبن البودره والسكر ودي الرز وخلاص تكتفي، لكن انت لما تحبشيها بقى يا نهار ابيض، انك تضيفي بقى ايه؟ الكريم شانتيه، بودره الكريم شانتيه، بتدي بقى نتيجه عظمه. بصي بقى كده بقى في قلب ايه؟ البرطمان، واحفظيها في الثلاجه بالليل بقى كده قاعدين قاعده حلوه، تعملي ايه؟ تطلعي وتستخدمي. انا هعمل معاكوا دول دلوقتي على الهوا. بصوا الجمال بقى، بودره سحلب، بودره سحلب مش اي كلام يعني، احنا مطبخ البلد بيعمل عظمه، نخلي دول جنبنا علشان نعمل منهم دلوقتي السحلب. طيب انت دلوقتي عملتي كيس بودره السحلب، طب فين بقى كيس المكسرات؟ والله ما هزعلك، بوله برضو نظيفه وناشفه، ومعايا السوداني. يا سلام بقى لو السوداني ده متحمص، يا نهار ابيض، وشويه سمسم برضو متحمصين، والزبيب، مزيد من الزبيب، انه الزبيب يا ساده بيخلي الحاجه مسكره، وادي جوز الهند، وهندي كل ده تقليبه، وادي كيس المكسرات اللي بيجي طبعا بقى، يعني هو بيبقى مرسوم، والله انا بشوف كده مرسوم بره واحده عين جمل قد كده وكبيره ما بلاقيهاش، بقعد ادور عليها ما بلاقيهاش ولا بلاقي اللوز ولا بلاقي اللي اسمه ايه ده البندق، كلها اشاعات. بصي بقى كده ادي اللي بيجي معاه. بصي بقى يا نهار ابيض على الجمال، تنفعك في كل حاجه المكسرات المشكله دي، يعني لو حبيتي تعملي شويه جلاش، انا هشيل المكسرات دي في الثلاجه وهاجي اعمل جلاش واخد لكم منها، بتكون حلوه قوي. بصوا بصوا المكسرات جميله ازاي، ما شاء الله عظمه. هاخد منها دلوقتي معاكم وانا بستخدمها، تمام كده، ادي معايا المكسرات وادي معايا بودره السحلب. نشيل بقى الكلام ده ونروح جري عشان نشوف البصاره وصلت لفين، ونولع كمان ونعمل احلى كوبايات سحلب تدفينا. بصي بقى انت شايفه هنا ايه اللي حصل؟ مسافه ما عملنا بودره السحلب، زي ما قلت لك انا وانا نازله الشغل الصبح، انا ناويه النهارده لما اروح اعمل بصاره وانا نازله الشغل الصبح ولعت على الكلام ده، هسيبه كده بقى في البيت، بس هنعمل ايه؟ هسيبه بكتمته كده واجيبه على جنب، هروح من الشغل هلاقي دي دابت وبقت خالص مفيش. تعالي لي هنا بقى، بصي بقى الجمال بقى معايا بقى كده، نعمل ايه هنا؟ العين دي شغاله معانا عشان نعمل الطشه. ما انا قلت لكم ايه؟ احنا دايما بنتميز ان احنا حاجات بقى الماضي والحاضر. بصي بقى نيجي هنا كده عند البصاره، نشغل كده ونطحن كده، سمي بالله، تمام كده، واحنا بنضرب بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. اهم حاجه تطحني كويس جدا. بصوا بقى في ناس تقول لك ايه؟
لازم البصارة يكون فيها الفول، الفولة متكسرة يعني مش مطحونة. في ناس تقولك لازم تكون بلوزة خالص يعني مضروبة كويس جدا، بيوريه خالص زي ما تحبي، زي ما انتي متعودة تعمليه. تمام كده؟ عايزه اضيع وقت واحنا بنضرب، عايزه اقول لكم حاجه. طبعا البصاره ما تحلاش الا بالورد، الورد بتاعنا اللي هو ايه؟ بصوا البصل المقرمش الجميل ده. احنا عشان نعمل شويه البصل الحلوين دول، شويه بصل بنجيب بصلتين حلوين كده بنغسلهم وبنقطعهم شرايح، بنرش عليهم رشه نشا بسيطه ورشه ملح بسيطه، ونقليهم شويه الزيت دول. الزيت بقى نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه التقليه. احنا ستات موفره صرف النظر بقى اخر الشهر اول الشهر، المهم ان احنا ستات موفره جدا. ادي معايا هنا اهو الزيت، هنزل بايه؟ بصلايه مفرومه في نفس الزيت اللي احنا محمرين فيه البصل كده، وهي بتدبل بقى معايا هكون انا طحنت الكلام ده. يعني انا عايزه البصله تدبل عشان نعمل ايه؟ التقليه. طيب انا دلوقتي يا ساره ما عنديش في البيت هاند بلندر، اعمل ايه؟ حابب تستني لما يهدى خالص واضربيه في الخلاط زي العدس بالظبط. لو خفيف معاكي سيبيه شويه على النار هيطلع سوائل وهيتقل. شوفي انت برضو بتحبي سمكه ايه؟ زي ما تحبي. ايد كده بتعملي بيها البصاره، والايد التانيه بتدبلي بيها البصل كده. انا عايزه البصله معايا تدبل، مش عايزاها تاخد لون. دي طشه البصاره، وعايزه اقول لكم احلى طشه والله. بصوا بقى انتوا عارفين احنا الستات ايه شاطرين قوي، انا عايزه كمان اولع لكم على السحلب كله في نفس ذات الوقت، احنا ما بنضيعش وقت ابدا. ادي معايا هنا لتر حليب، سمي بالله كده. تمام كده. بصي بقى يا ست الكل، علشان تعملي السحلب لتر حليب معايا، وهنعمل ايه بقى؟ هناخد، هي راحت فين البودره اللي كانت هنا؟ رحتي فين يا حبيبتي؟ اهي لقيتها خلاص، مش هدور عليها تاني. بصوا بقى، كل كوبايه لبن بتاخد معلقه حلوه مليانه من البودره اللي انت عاملاها كده. الو، معانا تليفون. الو، ازيك يا ست ساره؟ ازيك يا مروه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ ده الحمد لله. ايه الجمال ده، تسلم ايدك على البصاره. حبيبتي يا مروه، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد بتحبي لله. البصاره ولا ايه يا مروه؟ لا بصي، هو انا ما كنتش بعملها لان الولاد عندي مش بيحبوها. اه، هي طريقتها بصراحه لقيتها مختلفه قوي معاكي فحبيتها بصراحه. بصي يا مروه، جربيها وحطيها للولاد هتعجبهم والله، خليهم يجربوا. هي عجبتني قوي بصراحة، طريقتها مختلفة جدا. حبيبتي جربي وإن شاء الله تعجبك يا حبيبتي. إن شاء الله. إنتي هنا أهو، عايزة أي حاجة، طالبة مني أي حاجة، أنا عنيا ليكي. تسلمي يا حبيبي، تسلمي. يا روحي تسلميلي، شرفتيني ونورتيني. بصوا يا جماعة، لتر الحليب بنحط عليه أربع أو خمس معالق كبار من بودرة السحلب، وعليهم السكر بقى لو أنتِ حابة تضيفي سكر، وبنقلب كويس وبنرفعهم على النار وإحنا عمالين إيه؟ نقلب كده. تمام كده؟ بصي بقى، عشان نكمل الطشة الجميلة دي هنعمل إيه؟ خلاص البصلة دبلت معايا، هتقولي هنا كده بصوا، ننزل بقى كده بالثوم وشوية كزبرة، بس أنا أخدتهم كلهم فهننزل بكزبرة إيه؟ المفروض برضو كنا هنخلي شوية كزبرة حلوين كده، بس أنا نزلت بالكزبرة كلها. فخلاص كده ندي تقليبة حلوة. حاضر، بس أطش الطش، أطش الطش، إديني وقت يا أستاذ أشرف، أطش الطشة بس كده. بصوا كده، أيوة كده، خلاص اتطحن وبقى زي الفل.
تمام كده. بصي البقبقة دي بقى، وتعالي لي هنا بقى، تعالى انت هنا كده حبيبي بعيد عشان اخاف يجي فيه توم ولا حاجه. بصوا بقى، بصوا الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بصي بقى كده، بصوا لي هنا كده تاني، بصي بقى كده زي الملوخيه بالظبط. عيني، بصي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا 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 كده، يا نهار ابيض. ونقلب تقليبه، ولان انا حاسه ان هي خفيفه سيكه نسيبها شويه بقى ايه على النار، علشان الميه دي هتلاقيها بتطلع وهتلاقيها معاكي بتتقل وهتبقى زي الفل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفضل نقلب في السحلب الجميل ده عشان نطلع فاصل ونرجع لكم، وانا بقدم السحلب وبقدم البصاره. فاصل ونواصل.